صلاح يوسف الهدار من بنغازي. الأرض هذه اللي احنا موجودين فيها الأرض هذه أرض جدودنا، وكان فيه من حاجات الظلم المختلفة عند معمر، كان في حاجة اللي هي تأخذ أملاك الناس وتوزعها على ناس تانية. بالنسبة للعمارات اللي عندنا، واحدة من العمارات كانت مؤجرة للسكان، والمحلات اللي تحتها مؤجرة الناس يشتغلوا فيهن. فطبعا في يوم وليلة كل واحد منهم قال إن هو الملك له، لأن المقولات البيت اللي ساكنه نفذوها بالفعل يعني، واخذوا العمارة بالكامل من هذاك اليوم. والعمارة الثانية طبعا كانت تقريبا 3 أدوار مبنية وفي أحسن مكان في بنغازي كله، واخذوها الدولة في سنة 80. هذه في 80 كان والدي يبني فيها لعند 80، في 80 أخذوا المبنى وكملوه الدولة، ولعند نهار اليوم قاعدين فيه اللي هم الإعلام. وفي 79 برضو فيها مصنع اللي هو كان الأول من نوعه على مستوى ليبيا كلها، اللي هو مصنع كلينكس في منطقة القوارشة في بنغازي. أول شيء طبعا تم الزحف على المصنع وتم تمليكه للشركة القرطاسية في حالة جديدة كان المصنع، واستولوا عليه الناس هذوما. وبرضو لعن نهار اليوم مازالوا قاعدين فيه. وآخر معلومة عندنا أن تو من كم يوم قاعدين يبيعوا في المصنع. المزرعة هذه هي طبعا ملك جدودنا، ولذلك بعد ما سمعنا أن يبوا يأخذوا الأرض ويبوا يقسموها ويعطوها للناس تانية، فإحنا يعني والدي كان حي وبعثنا الواحد كان مسؤول هنا في بنغازي، واحد مسؤول على الأمن، على أساس أنه يعني يعطل موضوع الآلة اللي قاعدة تقسم في الأراضي وتعطي فيهم كل يوم كانت. فأنا أتذكر الكلمة اللي قالها لي، وفعلا هي حصيلة اللي كان ساير في البلاد، اللي هي أفساد الظلم وصار الظلم عدلا، ومعناها أن أنتوا أقبلوا باللي ساير، يعني ما عندكمش حق تحكوا. فأنا شخصيا ما كان الجواب كافي لي هراهي، وما قدرتش نسكت عليه الموضوع هذا. فجينا هنا المزرعة وجاء الدي 9 هذا الكاتربيلر ودرس جوه، وقف جوه في المزرعة وعد السواق، فكان معايا طبعا عمي. فأنا قلت له يعني أنا بصراحة ما نقدرش نتحمل، لازم أنا ندير حاجة. وكان معنا عدة، فأخذت العدة وقطعت الأسلاك بتاع الكاتربيلر كله هذاهي. قعدت تقريبا 4 شهور عطلان الكاتربيلر، بما أن الأرض كانت مفتوحة فكانت عرضة للقوانين، القوانين بتاع الاكتفاء الذاتي هذينا، ولذلك كان لازم احنا نسكروا الارض بالاقل شيء الجهه اللي هم كانوا جايين منها. وطبعا احنا بعدها سكرناها كلها الارض، على اساس ان هم بعد ما يشوف السلك الشائك هذا ما يقدرش يمر منه عامه يعني، هذا اللي كان سيء. الحمد لله رب العالمين نجت الارض، الحمد لله.